سلام على هالمنظر الحلو حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام يا حلال شباب. حبيبي والله مثل ما انتم شايفين يا ستير، اوكي شايفين وراي، شايفين حلال، شايفين البربر الجديد يا حلوين، واخيرا نزل شباب. حبيت اجربه شباب مثل ما انتم شايفين شباب. عن الميزات عنا 2 السرعه، تمام، عنا 1 من المدى حبايبنا، وعنا ريلو ذا سبيد، يعني مو كتير مهم شباب. اوكي سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، قبل بلش هذا المقطع حبايبنا الله يسعدكم، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. احنا ناس اتسوا له باللايكات وشيرات البطاريات يا احلى ناس، وخلينا ندخل على الجلد يا اساطير. هاي ترى ما بمزح، حط لايك. ها اوكي حبيبي والله، ليتس جو ليديز اند جنتلمان. اوكي شباب انتم شايفين هون على برج توكن شباب، 5 سبين 100 جوهره، سبين 1 15 بعدين 25 حبيبي والله. اوكي بسم الله، اول 5 سبين شوف العدد تقدم عليه بلوس. هاي اول توكن شباب التمانو هالمره، هالمره راح يصير هالحظ اسطوري بالبرج التوكن هذا شباب هالمره ولا لا؟ تمام، يعني الايام اللي فاتت شباب، يعني ما لازم شفت الفيديوهات اللي راحت واللي جت شباب، يعني حبيبي والله التاني توكن يا بوي. اوكي شباب هي صارت تالت توكن عندنا معلم، يلا شباب تعال تالت توكن حبيبي والله يسعديكم قرينا. اوه حصل على ثلج، والله ما كان عندي هالثلج كمان، ما عندي هالثلج والله لوز. يلا شباب بقينا توكنين حبيبي والله معلم، حبيبي والله حبيبي والله، الله يسعدكم يا رب، الله يخليكم. توكن الاخير ان شاء الله معلم، ان شاء الله التوكن الاخير معلم حبيبي والله. لا ما طلع التوكن الاخير، تمام يلا نشوف، والله يمكن يطلع لنا معلم. اوكي هات نشوف، يلا التوكن ان شاء الله الاخير حبيبي، ما طلع خلاص. انا الحمد لله شباب قرتي 4 توكن حبيبي والله، ليتس جو. اوكي الرقصة تمام، اوكي يلا لك بعدين رقصة كمان ولا شنو معلم؟ والله ما يفهم شيء معلم، ثواني شباب خليني ادخل على هذا هون. لا والله طلع عندي يوم يا زلمة، فكرت انه ما عندي يوم شباب، لانه بالعاده اذا بكون لا. اوكي ركز معي، سو انا الدربي هون ب 15 ما طلعنا. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، ما طلعت هذا معلم، يلا ان شاء الله هاي ما طلعت كمان، يلا ان شاء الله هي معلم، هي ان شاء الله يا رب. هي التوكن الاخير معلم، ترى شباب يعني هذا التوكن الاخير اللي 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 اللي, اللي ما طلع. اوكي بس اشوف هالطاوه هي معلم، ترى عندي اياها. اوكي تمام يلا ان شاء الله التوكن الاخير شباب، البربر الجديد ما طلعنا، هي التوكن هذا هو ما طلعت يا زلمة. خلينا ناخذ الجواز الموجود على اليسار معلم. اوكي حبيبي والله يلا بسم الله، البربر الجديد اللي فيه 2 مدى ولا 2 سرعه و1 مدى يا شباب، يعني شباب بضرب ضربات سريعه من بعد، يعني هذا باختصار شباب ضربات سريعه من بعد حبيبي والله. هات نشوف، يلا توكن الاخير معلم ما طلع. اوكي التوكن هذا هو الاخير ما طلع. اوكي عندنا هون يا شباب عندنا 52 هذا، صراحه شباب بتعرفوا شو بدنا نعمل كويك ناخذ تيد معنا، عندنا يعني شباب 30 سبين تمام. سواء شو هون عندنا نضرب واحد هون، نضرب مفتاح الحظ، ما راح اعمل مثل كل مرات شباب تمام، نضرب هي اخر واحده ما طلع والله بعرف حظ. رح نعمل بشكل سريع، نعمل كويك خيو نضرب كلها معلم، خربانه اقسم بالله، بعرف انه ما راح يطلع لي شيء معلم، بس يعني بعرف انا بعرف انه ما راح يطلع لي ولا توكن، باين معلم باين الامر، باين منه ما راح يطلع لي ولا توكن. يا الله يلا برب. لا والله فكرت التوكن هذا يطلع لي، ما طلع لنا معلم التوكن الاخير، يلا ولو بليز حنبوك يلا التوكن الاخير ما طلعت. شباب باقي معنا 500 جوهرة حبايبي، يلا بسم الله هذا هو ان شاء الله هذا هو. والله انا بعرف شباب، يعني انا صار لي ثلاث ايام شباب مبسوط وكل شيء تمام، الفيديوهات الاخيره شفتوها معلم هذا، يعني خلاص يعني معلم يعني شباب يعني لازم يخلصوا لي جوهري. ما راح يا الله يا الله، حبوك التوك الاخير ما طلع، يلا برو ما طلع كمان، يلا اخر لفه معلم اخر شغله التوك الاخير ما طلع التوكن الاخير يا زلمه، شو هي؟ اوكي شباب هيك مضطرين انه نشحن تمام؟ طب طولي بقى لانه هيك معلم الوضع هيك، طول بقى هنعمل كيك نضرب معلم، هيك نضرب نجرب شغله، نحاول مو نعمل وقف شوي نعمل اللي لهون، نضرب وحده لنجرب هيك وحده نشوف ما طلعت تمام، نضرب هيك وحده لنجرب ما طلع،
بيض يا زلمة، بيض يا زلمة، بربك الجولدن معلم، البربر الذهبي يا زلمة. كان بسرعة معي بعد بعرف لحظتك معلم، بسم الله شغل بعرف لحظتك معلم، ترى باين معلم، باين الوضع مش باللوز. اوكي معلم، خلينا نجي لهون شباب، ندخل لهون حبيبي والله نشحن جواهر. اوكي شباب شحننا جواهر، شباب 100,000 جوهرة، نشوف حظنا معلم، شو يطلع التوكن الأخير. ما طلع، هذا هو. يلا ولو بربكم بربكم شباب، آخر توكن شباب، آخر توكن، الله يسعدكم. ما بيطلع شباب، والله حاسس إنه طلع. لا لا كان توكن، يلا كان توكن منيك، يلا يلا بربك التوكن الأخير معلم. خلينا نفضي هون معلم، فضي أبوه هون ولا تطلعش دروب. اطلع على التوكن الاخير واخيرا معلم، يسعد دينك. اوكي شباب شباب لا نتحمس معلم، نتحمس للبربر الجديد شباب، نتحمس للبربر الجديد. واو حبيبي والله، يا سلام عليك. تعالوا تعالوا معلم، خلينا نجي لهون شكله معلم، هو متاكد من الوضع معلم. توني شوي توني شوي زمان معلم بربر. اوكي عندنا شباب مثل ما قلت لكم فيه اثنين مدى، عفوا اثنين سرعه وواحد المدى. سوري شباب، بالعادة برج التوكن بيكلفني 6000 8000 10000 جوهرة يا شباب، بس ولكن يعني اتس اوكي، كلفني تقريبا كمان 2000 يعني 3000 جوهرة شباب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تمام تمام. بس سواء على وين هذا الشوت جان يا زلمة، التوكن شوت جان البربر. اوكي نعمل شو باللوبي، نعمل هيك معناه بشكل. يا سلام عليك، يسعد دينك. ادخل معنا، ادخل على التدريب معلم، على التدريب بسرعة معلم، نجرب أبو البربر الجديد، لنبربر الوضع معلم. يلا ليتس جو، روح يا قلبي، يلا برده. هنجرب هذا البربر الجديد شباب اللي فيه الاثنين سرعة وواحد المدى، يعني مثل ما قلت لكم شباب باختصار ضربات سريعة من بالبعد كبير، يعني اتس اوكي برده. هذا شوف الشكل شباب، بالنسبة للشكل حبايبي اوكي شكل يعني معلم شي نار، شكله معلم يا زلمة، تقول شايل ما هو شايل شوت جام معلم، شايل سنايبر يا زلمة. هات ندخل نشوف معلم الوضع، راح يكون باللوز ولا ما يكون باللوز معلم؟ والله ما نشوف، روح. اوكي معلم هات نشوف المدى، راح نركز على المدى شباب، تمام حبايبي. اوكي في واحد على اليسار حبيبي والله، انت مانو انت مانو، ويلي 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 ويلي، وين الناس معلم؟ والله معلم المدى الشباب يعني اشي باللوز. ولي وقف حجي وقف 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 حجي وقف وقف، لا سنجي بجرب البربر، لازم نشوف وضعه بالبربر معلم. يضرب 12-12 باللوز، بس ولكن الشباب يعني ضربة المدى شابت حلوة. ابلع والله بدهم يكون ناقص، بس مش 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 بصراحة المدى بعيد، خلينا نحاول نضرب من بعد شو انه فيه مدى، نجرب المدى شنو وضع معلم. هذا من هون، نجرب من هون. شغال معلم. شغال والله، مش مش يعني بربر معلم، شكله حلو. شو بنضرب من بعد هذا وهل وهل طبعا شباب في مدى فهمت عليك كيف من بعد شو بيعمل هذا حبيب والله، هذا راح يطلع عليكم انت حبيبي. اوكي وال 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 شو بدا والله مش مشي بعدك بعد حبيبي بعد ام سوري ام سوري يا اخي، هذا يا اخي دوخونا معلم الدنيا ليل ما عم يطلعون شو شيء اي شيء فيه. تعالوا وال 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 شغل. ليش وقف هذا يلا؟ ليش وقف هذا؟ نشوف ماذا ما بعد هذا؟ لا خلاص نوم نوم، هذا بنشوف ماذا منه. خلاص شوي. حلو. حلو والله 35 معلم هيد شوتات، يعني تجيب هيد شوت كامل والله باللوز. ماشي ماشي والله شباب، هذا الشوت عن جد شيء مرتب، بربر معلم، شيء باللوز فيه مدى. ما شباب البربر يعني بربر سلاح من قرب نار، اذا في برومات هذا شباب حيكون حبيبي والله. مثل هذا مثلا الام 40 شباب، في عندنا الام 40 الحلو بالرومات الار نو، تمام هذا فيه المدى يعني بالرومات معلم لوز اللوز. اوكي حبايبي هيك بكون جربنا لكم الوضع شباب حبايبنا، ان شاء الله استفدتوا هذا المقطع يا اساطير. سو اذا جربتوا من قبل ما تنسوا مثل ما قلت لكم
لا تنسونا باللايكات وشيرات والبارتاجات يا احلى ناس. اوكي الله يسعدكم، ان شاء الله استفدتوا مره ثانيه بهذا المقطع حبايبنا. بتشكركم كثير لمشاهدتكم لنا، اتمنى لكم سهره سعيده واليومكم سعيد ونشوفكم مقاطع جديده. سلام عليكم، تشاو.